جميل احمد فؤاد. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قنوات البين. نعود الى دوري ابطال افريقيا والمباراة المرتقبة ديربي الاجوار هنا مباشرة من استاد الفاتح نوفمبر 1954 هنا في مدينة تيزي ويزو في القبائل الكبرى. اللقاء المنتظر بين جي اس كا الشبيبة وفريق الرجاء الرياضي المغربي. ديربي من على طراز، الاجواء الجماهيرية كبيرة جدا، الملعب على اخره، الملعب التاريخي، وهنا تاريخ جمعية كبيرة، فريق الكناري نادي الشبيبة، الفريق العريق الجزائري الذي تأسس في 1946. مباراة تأتي في اجواء احتفالية على مستوى كرة القدم. اوكي، ماتش صعيب برشا، ماتش برهانات كبيرة للفريق الجزائري والفريق الرجاوي، ولكن هي مباراة تأتي في أيام احتفالية باعتبار إن شاء الله يوم الأحد يوم 12 جانفي بعد يومين ستكون رأس السنة الأمازيغية، والرزنامة الأمازيغية توصل هذا الموسم أو هذا العام لعامها 1970. طبعا هي السنة التعطات خارج إفريقيا في الدوحة السنة الماضية السوبر الإفريقي. الرجاء أخرى قاريا فريق الرجاء اللي عمره ما ربح في الجزائر، لانه في الاربع مواجهات السابقه عمق الهجمه خطيره. كره للشبيبه، الكناري في الاتاك، العرضيه على القائم الثاني، مباراه مولعه نار والكره ترجع. ولكن على المستوى الفني، على مستوى الحماس، المباراه رايعه. الرابع بمؤجلتين وعلى بعد 6 نقاط من الصداره، وبالتالي الشبيبه العام هذا ممكن فارق الاربع بونط على فريق الوداد، فانه مشكله وازمه مباراه الدفاع الحسمات ممكن عندهم فرقه مغربيه على الاقل ممكن توصل للبطوله العربيه فاينل، خاصه المكثفه للاعبي الوداد الرجاء وايضا فريق حسنيه تقدير لوصل يعني. وبالنسبه للشبيبه في ظل تنقل صعب لكينشاسا الجوله الخامسه لا خيار، جزائري 1-2، مباريات تاريخيه جمعت الكرتين. طبعا نتذكروا مباراة اولمبيك المغرب او تونس الجزائر خاصة، هو الديربي الاكثر كرة في الانطلاق، كرة في وسط الميدان، تمشي الكرة عن طريق اليسار، التغطية ممتازة، يرجع بالكرة الفريق المغربي. حاليا الشبيبة يصطدم بتصديات مهمة جدا من السنين 172 173 ماتش، انها الشبيبة يا سادة، وهنا ملا كرة ضايحة، كرة متسلل واضح، عمر العرجون، العرجون في وسط الميدان، نناح في العليب في إصابة الرحيمي، الهجمة المرتدة ماهيش موجودة لحد اللحظة، الكرة العرضية خطيرة. باندا أحد أفضل الدول في إفريقيا وعلى المستوى العالم اللي قاعدة تعمل في نسبة نمو الهبتي زكريا، زكريا الهدري، الهبتي والحبتي على كل حال تمشي في المواقع الرجوية يقولوا له الهبتي. شفت تحكيم ممتاز لحد الآن، الكرة من الورفلي، ورفلي بن مالينجو، مباراة فيها الإثارة وفيها تعب الدويك خطيرة، والحارس موجود لا خوف على الزنيتي. 42 دقيقة لعب في 96 مباراة قارية خسر تقريب 4 إلى 5 مرات، وبالتالي ليس سهل الهوي الاخضر والابيض. الكره ممتازه مروح له برشا، الراسيه تاع جول، وبرافو مره اخرى الدفاع جبين، يمشي الرزقي حمرون، حمرون بالراس ترجع كره مره اخرى. ما زال الضغط للفريق الجزائري، صنعت في 99 2000 مع يوسف الصفري وذاك الجيل اللي حقق البطوله الثاني. سنيتي الشاكير، جبيره جبيره والوردي والورفلي، عرجون نجوما رجي بالنجمة الرابعه في المقابل، ايضا افضل لاعب في افريقيا اعتقد انه كنت صرحت بها قبل شهوس، والرابح باش يولي يحصل يمكن ال 15 ولا 20 مليار تونسيه، ما نعرفش قداش الاركان والكواليس. نحبوا دوري ابطال افريقيا يقوى بهذا المستوى الفني، ان شاء الله الملاعب تتحسن ولو كان تمشي التسديده. محاوله وانس سنيتي، أنس الزنيتي يتصدى لكرة الفريبة، نحكي على 21 المنتظر من هذا الشهر، يعني قداش مازال 11 يوم بالضبط وقرعة كأس العالم. الأوقات مع تقدم الوقت وإذا الشبيبة ما تسجلش باش يندفع أكثر الهجوم، مجبر أخاك لبطل. ملعوبة ممتازة خطيرة على الراجة، والكرة تمشي من الأطراف، تيح للمدافع، لا